تحياتي. طبعا برشلونة الان بنسمع كثير اخبار انه بده يشتري لاعب جديد بدل نيمار، وبهذا الفيديو السريع بدنا نحكي عن اكبر غلطة ممكن يعملها برشلونة. في الحقيقة اكبر خطأ ممكن يرتكبه برشلونة انه يفكر يبدل نيمار لاعب بلاعب، هذا الشيء مستحيل. ليش؟ لان كنا نتكلم قبل فترة انه نيمار هو خليفة ميسي ورونالدو وانه هو ثالث احسن لاعب في العالم. ما في لاعب بمستوى نيمار، وبرشلونة مش بوقت انه يبني يجيب لاعب ويستنى عليه سنتين ثلاث لعند ما يوصل مستوى نيمار. وبالتالي العمل عند برشلونة مش مجرد لاعب بلاعب، بل هو عمل تكتيكي لازم يتغير. اسلوب برشلونة بالصعود بالكرة، اسلوب برشلونة بالتمركز، بكل هاي الاشياء، ونفس الوقت ممكن يجي لاعب او لاعبين يتغير فيها كل شيء. فالمسألة مش مسألة انه خلاص حط لاعب هون او حط لاعب هون. والمسألة ايضا زي ما حكيت زمان مش بلاي ستيشن، يعني مش لما تجيب احسن لاعبين تحطهم بدل هذا وهذا حتمشي الامور. الموضوع اكبر من مجرد افراد، الموضوع بده عمل جماعي كامل، تغيير كامل بطريقة لعب برشلونة. وبرشلونة عمره ما كان في الماضي افرادا الا بعد ما اجى تاتا مارتينو انريكي، كان دائما اسلوب لعب.